حبيب الله. الله يا غالي فرحة الدنيا بميلادك، نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك، كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها، رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكشف بها غمي وتغفر بها ذنبي وتستر بها عيبي وتهيئني لرؤيته ومشاهدته وتسعدني بمكالمته ومشافهته، وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب والأم، ولكن الله عز وجل أحاط نبيه بعنايته وأنبته نباتا حسنا لما يريد به من كرامته. فلقد حماه الله تعالى وصانه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، وأصبح جده عبد المطلب هو كفيله صلى الله عليه وسلم. لقد أصبح محمد يتيم الأب والأم، وأصبحت أنا كفيله، فإذا ما مت من يكفله؟ فوالله إن له لشأنا. ارجع يا محمد، إنه مكان مخصص لجدك عبد المطلب فقط. تعال يا ولدي اجلس بجانبي. حدثني أبي أنه يشعر أن أجله يدنو وأنه قلق على محمد، وقلت له بأنني سأكفله. يا أبا طالب، إن لك أطفالا كثيرين وأنت فقير. ولكنني أحب محمدا حبا جما، وأشعر أنه أحب إلي من أولادي. يا أبا طالب، إن أباك على فراش المرض يرجو رؤيتك ورؤية إخوتك. When his mother died, his grandfather, Abd al-Muttalib, took care of him. When he felt that the end is near, he recommended his son, Abu Talib, to take care of the Prophet. The Prophet was 10 years old when he worked with herding sheep. It was a very, very tough life. God was preparing him for a great mission. Quand sa mère est morte,
Son grand-père Abu Talib prit soin de lui. Et quand il sentit que sa vie arrivait à sa fin, il recommanda à son fils Abu Talib de prendre soin du prophète après lui. Le prophète avait 10 ans et il s'occupait de l'élevage des moutons. C'était une vie très dure pour lui. Dieu le préparait à une grande mission. يا أبا طالب، أبوك على فراش الموت ويريد أن يوصيك بوصية. أبي، محمد، من منكم سيكفل محمدا؟ أنا يا أبي. بل أنا الذي سأكفل محمد ابن أخي. سيدكم من بعدي هو أبو طالب، وهو الذي سيكفل محمدا. احذروا عليه من قومه، فإن آذوه فانصروه، وإن حاربوه فأيدوا، فإنه على الحق. وهكذا لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أعوام مات جده وتحولت كفالته إلى عمه. رحمك الله يا أبي، رحمك الله. يا لك من طفل يتيم وحيد، لم أرى مثلك في صبيان قريش ولا في أبناء العرب. تنتقل من دار إلى دار، ومن كفالة إلى كفالة. آه يا حبيبي يا محمد، فاطمة يا زوجتي، أنا لا أدري ما الذي يفعله محمد بن أخي. إنه صبي كالرجال، صبور وقور، عطوف رحيم مهذب، جميل الطباع يا أبا طالب. يا فاطمة، أنا لا أدري ما الذي يحمله على أن يرعى الغنم. إنه يشعر بنا وبما نمر به من ضائقة. ما طلبت المال ولا أن أكون غنيا إلا من أجل راحته. لقد جهزت طعامه وسأبعثه إليه.
وكانت الأغنام التي يرعاها سيد الخلق ليست كغيرها من الأغنام والماشية التي يرعاها غيره، فلقد حلت بركته صلى الله عليه وسلم عليها، لدرجة أن أهل مكة كلهم تمنوا لو أن النبي رعى لهم ماشيتهم وأغنامهم. وكان طعامه صلى الله عليه وسلم منذ الفجر حتى غياب الشمس هو التمر والماء. ولشبابنا وبناتنا العبرة من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يرعى الغنم وهو في العاشرة من عمره، كرامته وعزة نفسه منعته من أن يأكل في بيت عمه أبي طالب دون أن يساعد عمه. كان يرعى الغنم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. ما أجمل العمامة فوق رأسك يا ابن أخي. أتعلم يا مولاي أبا طالب أن محمداً تعلم السباحة في يثرب؟ وكيف كان حاله؟ كان يسبق من هم أكبر منه سناً بضرباته القوية. أنا عائف من بني لهب، أتفرس الوجوه لأعلم ما أنتم إليه ذاهبون، فهاتوا غلمانكم. يا أبا طالب، خذ محمداً الطيب الطاهر إلى الرجل العائف. لا لا، أخاف عليه يا زوجتي الحبيبة. من ماذا يا أبا طالب؟ من ماذا؟ ردوا علي الغلام، فوالله ليكونن له شان. قلبي يتعلق بمحمد يا فاطمة، وقد تعلق هو بي. إذن خذه معك يا أبا طالب. لا لا، أخاف عليه وحشة الطريق وعناء السفر. أنت أيضاً لا تقوى على فراقه، فخذه معك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام. وكان الركب قد نزل بصرة، وهذه صومعة الراهب بحيرة الذي رأى الرسول من صومعته، ورأى غمامة تظله من بين القوم. حتى نزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر بحيرة إلى الغمامة وإلى أغصان الشجرة وهي تميل على النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر قريش، إني قد صنعت لكم طعاما، فأنا أحب أن تحضروا كلكم، صغيركم وكبيركم. والله يا بحيرة، إن لك لشأنا اليوم، ما كنت تصنع ذلك من قبل. فاجتمعوا إليه، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن القوم. ادعوا الغلام فليحضر هذا الطعام معكم. فجعل بحيرة يلحظه لحظا شديدا، وينظر إلى أشياء من جسده كان يجدها عنده من صفات النبي المنتظر. فيأخذ بحيرة يسأل النبي الكريم عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموره، فجعل رسول الله يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفات النبي المنتظر. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما صلة القرابة بينك وبين هذا الغلام؟ إنه ابني. ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً؟ فإنه ابن أخي. فما فعل أبوه؟ مات وأمه حبلى به. صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه من اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لن يسلم من شرهم، فإنه سيكون لابن أخيك شأن عظيم. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا.
حبك ملينا في قلوبنا وعنينا، ما انت اللي بيك فرح الحزن.